كان عندنا قبل الفاصل المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه مستر مارسيل كولر عن مباراه النهائي، وان ازاي قد ايه احنا سعداء في النادي الاهلي بالوصول للمباراه النهائيه، وان بطبيعه الحال فريق الوداد فريق كبير جدا، وبالتالي درسنا واتفرجنا على مباريات المنافس وقدرنا نحدد نقاط القوه ونقاط الضعف. والبعض اللي كان بيشكك في قصه صعودنا للمباراه النهائيه، احنا قدرنا اننا بالهدوء وبالعمل اننا نعبر من دور المجموعات، ثم كملنا مشوارنا في البطوله حتى المباراه النهائيه. مباراه النهائي بالتاكيد بتحمل تفاصيل كتير ولا تتوقف، او هو واحد من المدربين اللي ما بيفكرش في الماضي، انا بيهمني اللحظه والوقت الحالي، عندي مباراه ذهاب مباراه اياب، الفائز بالبطوله هو الفريق اللي بيقدر يحافظ على نظافه شباكه في الذهاب والعوده ويقدر يسجل اهداف في المنافس. وطبعا اتكلم عن غياب كابتن محمد الشناوي وان هو مش جاهز بنسبه 100% وحضر تدريب واحد، وبالتالي هو مش من المدربين اللي بياخدوا القصه بريسك كبير جدا، خاصه وانه بيثق في اللاعبين بشكل واضح جدا، وقال ان الاصابات دي بتحصل في اي فريق، حظنا انها جت مع الشناوي، لكن عنده ثقه في اللي هيلعب بكره المباراه اذا كان علي لطفي او كان مصطفى شوبير. بالتاكيد كلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي. اعتقد كابتن محمد حشيش يعني كلام واضح جدا من مارسيل كولر بيؤكد على مدى ثقته في لاعبيه وثقته في اي بديل ممكن يلعب، وان قصه الماضي دي ما بيقفش عندها، لان الموسم الماضي قال ان النهائي كان مباراه واحده، حاليا النهائي من مبارتين، والماضي خلاص اصبح في الماضي، خلينا في الحاضر. مارسيل كولر طبعا من المدربين اللي هو الواقعيين جدا، يعني من اول ما جه من اول ماتش هو ماسك الورقه على طول الناس كانت بتستغرب، على طول عمال يكتب ويكتب ويكتب، وبعد كده الناس بعد كده قالت مش معقوله كم التغييرات، وكل ماتش تغييرات في التشكيل وثبات التشكيل وروتيشن اللي هو زياده عن اللزوم. الناس ابتدت دلوقتي تعرف يعني فوائد الكلام اللي كان بيعمله، وصلنا انها بقت فرقه الحمد لله تملك تشكيله كبيره في الملعب، موجوده كم من اللعيبه حوالي يمكن 20 22 لعيب جاهزين لاي تحدي واي مباريات، بخلاف طبعا السنين اللي فاتت اللي عانينا منها من اللي هو 12 13 لعيب بس اللي كان هم عليهم التركيز. كولر الحقيقه كمان يعني البطوله دي من بدايتها كانت صعبه، وحصل تعثرات في طبعا دوري المجموعات، وكان في ازمه شويه وموقف صعب شويه، انما النادي الاهلي عدى بخبراته طبعا وبتاريخه الكبير وبخبره لاعبيه ومعاهم المدرب كولر، وابتدى المستوى يزيد مباراه عن مباراه، بدا بقى من الدور اللي بعده والدور اللي بعده قابل فرق طبعا اقوى، وكان مستواه الحمد لله كويس، ودي الحاجه الكويسه، ما كانش بيكسب بمحض الصدفه، تحس ان في ارتقاء بالمستوى ككره جماعيه وكافراد كمان. يعني هو كمان دايما انا بقول المدرب الكويس او المدير الفني الكويس اللي هو بيرتقي بالمستوى الفني بتاع اللعيب، وبعد كده المستوى الفني بتاع الفرقه المجموعه. الحقيقه النادي الاهلي له شخصيه دلوقتي، شخصيه فرقه بتعرف تدافع كويس قوي، بتعرف تهاجم كويس قوي، بتوصل للمرمى بشكل كبير جدا جدا. كان عندنا مشكله قبل كده في الوصول للمرمى وعدم احراز اهداف، دلوقتي الموضوع ده الحمد لله اتحسن جدا جدا، وفي نفس الوقت كان برضو في بعض الاحيان اثناء الناحيه الهجوميه بتلاقي كور كده مرتده بتدخل اهداف، ممكن خسرتنا كتير السنه اللي فاتت من في الدوري العام. اعتقد هو قدر يظبط الاداء الهجومي والاداء الدفاعي وبقى الفرقه شكل. وصلنا دلوقتي للمحطه الاخيره في طبعا القطار اللي رايح على الملكه او بطوله افريقيا، بنلعب مع فرقه كبيره لها خبرات ولها باع واحرزت البطوله اكثر من مره، لها تاريخ لها جمهور. حظنا ان المباراه الاولانيه عندنا هنا في القاهره، ان شاء الله تكون احراز البطوله من هنا ان شاء الله من مباراه القاهره، ودي طبعا حظنا دي يا كابتن، انا اسف المقاطعه، حظنا دي مرتبطه يعني حظنا الافضل ولا حظ يعني كان المفترض كنت تحب المباراه العوده تكون في القاهره؟ اكيد اي حد كان يحب المباراه الثانيه تبقى في القاهره، انما ده قدر النادي الاهلي، والبطل يعني بيلعب في اي حته واي توقيت، وسواء الاولانيه هنا والثانيه هناك او العكس مش هتفرق، هو في تصميم وفي اراده ان شاء الله على المكسب، ايا كمان ايا كان طبعا حجم المنافس اللي هيلعبنا. اعتقد النادي الاهلي الفتره اللي فاتت عمل توازن ما بين مباراه الدوري البطوله المحليه والبطوله الافريقيه، وهو دي حته تفوق كولر الحقيقه، يعني ما الاداء والنتائج
ما جاتش حساب بطوله على بطوله تانية يعني، ماشي الحمد لله متوازي بين البطولتين. ان شاء الله طبعا استعداد كبيره للمباراه دي، حجز جماهير كبير ان شاء الله باذن الله يبقى مالي استاد القاهره. هنتكلم بعد كده بقى في التفاصيل الفنيه يعني.